اشتقاء فابتسامة ففرحة عراقية بهدف التعادل. ننتظر ونترقب. هنا الدعوات التي تأتي أمامنا الآن وبنظرات يافعة ونظرات كبيرة للكبار أيضا يونس محمود، وأمام الكبير الحبسي يونس يتقدم. يا السلام يا السلام، يا أجملك يا يونس يا محمود، ما أجملك يا يونس يا محمود. وهذه تذكرنا بلقطة زيدان وبوفون مونديال 2006 بالافتتاح، ما لها إلا هذه الذكرى. بنفس الطريقة حارس كبير ولاعب كبير ويضعها في سقف المرمى، ويا برودك ويا جنونك، يا برودك ويا جنونك. ولكن لما قلنا يا جماعة بأنه مولود داخل منطقة الجزاء، هذه هي القيمة الموجودة، هذا هو السبب وهذا هو العجب في أن يضعها يونس بهذه الطريقة الرائعة. جيب مع علي الحبسي، مع الحبسي الذي لا يجازف يعني الحسي، تلعب معاه بكل تركيز ولكن بكل قيمة بكل ثقة في النفس. يضعها يونس محمود بهدف أول، 1-1، لا فريق أفضل من الآخر.